ورجعنا لكم بعد الفاصل تاني، ومعانا طبعا الفقرة القانونية، ومعانا الأستاذ طلعت أبو الفتوح سلمان، مستشار قانوني ومحامي في النقد وكاتب روائي أيضا. شرفتنا يا فندم. الله يبارك في حضرتك. شكرا. وحابين نعرف من حضرتك الأضرار اللي تتبع جواز القاصرات. إيه الأضرار اللي إحنا بنشوفها، أو إيه الوضع القانوني الرادع للأب اللي بيجوز بنته في الوضع ده؟ هو احنا مش هنقول ان فيه، يعني في البداية خالص احنا مش هنقول ان فيه وضع رادع. انا خلاص احنا حضرتك اتكلمت عن المشكلة، انا دوري اقول الحل ايه. اتفضل حضرتك. هو في دلوقتي فيه عقد عرفي وتم، وفي علاقة زوجية خالص وتمت. خلاص يعني احنا مش هنتكلم في امبارح، مش هنتكلم في الساعة اللي فاتت. انا بتكلم من اللحظة دي، انا بوجه رسالة لكل مأذون. يمكن عدد المأذين في جمهورية مصر العربية تقريبا 4618. 4618 مأذون. انا بقول له اعتبر ان الحالة دي تخص بنتك وتصرف. يعني اذا كانت بنتك في حالة شكل ديت، وانت ترضى ان في مأذون يتحايل ويرضى بأنه يعمل علاقة زوجية، يبقى عمل. بعضهم بيوافق برضو. 4618 مأذون في مصر. ده رسالة بالنسبة للمأذون. الرسالة اللي بوجهها لولي الأمر، بقول له ما تستعجلش على بنتك. ويمكن ليا رأي يا أستاذة أمانة مختلف شوية في الموضوع، إن الكل بيركز على مسألة الزواج العرفي على معيار السن. انا شايف ان معيار السن ده مش المشكله. امال ايه يا المشكله؟ معيار الرجل. ده وجهه نظر قد يعني يختلف عن القصر من الناس اللي بيبصوا للجزئيه دي. صحيح. يعني انا النهارده الرسول عليه السلام اتجوز ستين عائشه. طبعا ستين عائشه كانت 9 سنين. هنا معيار السن ما هوش على الرسول بس، ده على الامه جميعا. اذا أنا بالنسبة لي ممكن أتجوز واحدة صغيرة في السن، ولكن السؤال هنا أين معيار الرجل؟ فالجزئية مش جزئية سن إيه؟ خالص. وإحنا لما نبحث الموضوع من ناحية السن، بإن هي لا تدرك الـ 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 الأمور الزوجية والعلاقة الزوجية سنة 2019، لا هي تدرك تماما. طب ايه اذا كانت تدرك وفي نسب طلاق كتير، طب ايه السبب؟ عدم التفاهم. لا اولا لا لا لا، السبب غياب الرجل، صفه الرجل في الذكر. الذكور كثر، ولكن من يصبغ عليه صفه الرجال قله. هم تهيأ لهم ان الراجل بصوته وانه يزعق ويشتم ويضرب ويهين. لا لا، في كتير قوي مفكرين كده. الذكوره مش بالضروره كل ذكر رجل. مش بالضروره. صحيح. انما النهارده انا بقول اذا كان معيار السن ضروري، فدي لجزئيه خاصه. ايه؟ مساله التركيبه النفسيه بتاع الانثى. ده بس اللي انا اقول ايه؟ لا ما ينفعش، لان السن صغير، لان التركيبه النفسيه بتاعها كانثى قد لا تكون متوافقه في العلاقه الزوجيه. صحيح. من الناحيه النفسيه. انما صفه الرجل لو موجوده ما فيش مشكله. فانا بقول لولي الامر ما تستعجلش على بنتك، لان الجسم بتاعها لسه لم ينمو بعد من الناحيه النفسيه والجسمانيه. صحيح. طب ايه الحل؟ لا لا لا، ايه الحل؟ ما لازم ايه الحل؟ صحيح. ايه الحل؟ خلاص احنا عملنا وقعنا في الورطه. انا كولي امر غلط، وانا كمأذون المفروض بوجه لك انك انت تقول تتوب، يعني ولا ضميرك ندمت يعني مثلا. الحل يا استاذه اماني، ان اذا كان ولي الامر ايا كانت الظروف وبنته اتجوزت جواز عرفي، في دعوه في المحكمه بتقام اسمها دعوه اثبات العلاقه الزوجيه. طب ده حل حلو قوي. ده حل. في الدعوه دي يا استاذه اللي بتترفع اسمها دعوه اثبات العلاقه الزوجيه، وبتقام قدام القاضي. لما بيصدر حكم في الدعوه دي، بيصير عقد الزواج اللي هو العقد العرفي بينقلب الى عقد رسمي. رسمي شرعي. لها جميع حقوقها. عشان يعني البنت اللي يعني زوجها مات دي، ولا كانها اتجوزت ولا حاجه، الاسم انها بقت مدام وخلاص، ومش عارفين يثبتوا حاجه. لا، في الحاله ديت يا استاذ اماني بترفع دعوى اثبات علاقه زوجيه وبالشهود.
اذا كانت اذا كان الزوج توفى فدي واقعه، فانا ممكن اثبتها تمام. بشهود. فالحل انك انت بترفع دعوه اسمها دعوه ثبوت علاقه زوجيه. تمام، بنشكر حضرتك جدا. احنا عايزين بقى الموضوع الاساسي اللي حضرتك جاي تكلمنا فيه النهارده. قبل ما اتكلم في الموضوع الاساسي يا استاذ اماني، لازم اوجه تحيه بمناسبه عيد اليتيم. كل سنه وهم طيبين. انا بقول لكل يتيم ابشر، فانك بتشترك في صفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. فالمفروض اشتراكك في الصفه دي تبص لي وتبص للاستاذه اماني بان انت في مقام اعلى، في مقام اعلى، لانك انت بتشترك في صفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. وبقول لك ان قصر من اليتامى هم قمم الان. صحيح. وبقول يا ريت عيد اليتيم المفروض انا استبدله بلفظ عيد اليتم، او بلفظ عيد اليتيم وغياب الضمير. يا استاذ اماني، اليتيم قد يكون الاب نفسه مش الابن. صحيح. الاب امتى يكون يتيم؟ لما يفقد الضمير. ولما يفقد الضمير هيفقد الرب، ومن فقد الرب فقد كل شيء. صحيح. فصفه اليتم لا، انا بقول لك انت كولي امر لما بتسافر تسيب بيتك واولادك وتسافر بره في السعوديه او اي مكان، انت يتمت اولادك، يتمتهم بدري، وانت نفسك يتيم. نشكر حضرتك جزئية جدا. فتحيه لكل، وكلمه كلمه يا استاذه ماني، كلمه عيد اليوتن، انا شايف يعني في بعض الـ العقول بتتصور بان لما اقول عيد اليتيم بان انا بجبر خاطر اليتيم. لا خالص، ده هو اللي بيجبر خاطر. لا لا لا، انا شايف ان لما اقول عيد اليتيم ده قصر بخاطر اليتيم. ليه؟ لان كلمه عيد اليتيم ما تبقاش مفرده، ما تبقاش مفرده من مفردات حياته. لان النهارده هو لو 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 المتوفى عنه والده، لو لقى عم طيب، خال طيب، جار طيب، صاحب طيب، هو مش هيستشعر ان هو يتيم خالص. صحيح. فلما اقول عيد اليتيم انا بفكره وبكسب بخاطره. صحيح. طب ايه نبدلها بايه؟ بعيد اليتم لنا جميعا. اي واحد ضميره نام انا بقول له انت بتعيش في 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 لحظه يوتم. بس نشكر حضرتك جدا. والموضوع طبعا اصلهم قاعدين يستنوا بقى وماسكين الورقه والقلم وعايزين يعرفوا هيعملوا ايه. انا جايب انا هسال حضرتك اول سؤال في الموضوع بتاعنا. ايه هو العقد الابتدائي؟ عشان الناس برضو تبقى عندها خلفيه وفهم. انا الحاله دي يا استاذ اماني انا بدعو ان هي تكون عمل صالح في ميزان حسناتي وميزان امين حسنات يا رب. امين يا رب. استاذ اماني والفريق ورئيس القناه. امين يا رب. لان الحلقه ديت هي متميزه وهي هتوفر على المشاهد، اذا كان في قريه من القرى هتوفر عليه 1000 جنيه. واذا كانت واذا كان في مدينه يبقى من 2000 جنيه وانت طالع. صحيح. ده اتعاب صحه التوقيع. بس ده يا استاذ طلعت ما ينفيش برضو ان احنا المحامي دوت او المستشار ده حاجه اساسيه في حياتنا، اكيد هنحتاج له في حاجات كتير يا جدا. أمان. يا استاذ امان، بس احنا بندور على الحاجات البسيطه اللي احنا نقدر نعملها يا استاذ امان. انا عاوز اوضح جزئيه معينه. ايه الجزئيه دي؟ اذا كان في مقوله بتقول بان التعليم كالماء والهواء، فانا بشوف او بقول من وجهه نظري ان دارس القانون او دراسه القانون هي حصن حصين لحمايه هذا الماء حتى لا يموت المواطن من الظمأ. صحيح. وحماية لهذا الهواء حتى لا يموت المواطن من اختناقه من عدم الهواء المعرفة أو. فدراسة القانون هي حماية لهذا الماء وهذا الهواء. صحيح. فأنا مش ضد المحامي خالص. أنا لما بتكلم في الجزئية دي أنا ضد أن أنت تتعامل بسلوكيات مش راقية. صحيح. طيب أنا بقول للمواطن انت دلوقتي عاوز تعمل عقد بيع ابتدائي، سؤال الاستاذ اماني ما هو ما هو العقد الابتدائي؟ صحيح. ده سؤال حضرتك. الجواب ان عقد البيع ده عقد بيعتبر سبب من اسباب الملكيه. لما بكتب عقد بيني وبين الاستاذ اماني ان انا هشتري القناه دي هتخلي رئيس القناه يزعل مني؟ لا لا، ما انا اشتري قبل ما امشي. ده كلام محامين يا جماعه، انا ماليش دعوه. هو تحيه ليك يا استاذ جمال، اسمه الاستاذ جمال العظيم. استاذ عبد الله. الاستاذ عبد الله.
فانت تحضر قلم ورق، لان ان شاء الله هنعمل عقد معاك، عقد بيع للقناه دي. يلا خلينا في موضوعنا. لو عملت العقد البيع ده، عقد بيبقى سبب من اسباب كسب الملكيه. شكل ما الحيازة كسب سبب من اسباب كسب الملكيه. طب العقد معناه ايه؟ العقد عباره عن اتفاق بين طرفين. لا تبصي لي، ما تبصيش لورا. لا انا ببص لحضرتك. اتفضل. العقد عباره عن اتفاق بين طرفين الف وب. تمام. بيتفقوا الاثنين على بنود في العقد، واحد اثنين ثلاثة أربعة. واحد باع فلان لفلان ما هو كذا كذا. قد يكون بيت، عربية، أرض فضاء. صحيح. إذا كان بيت بنقول والحدود الأربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. والثمن كذا، الدفع إجمالي كذا والمؤخر كذا على أقساط. أهم ركن يا أستاذ أماني في عقد البيع هو ركن التسليم. ده أهم ركن، ركن التسليم. اللي هو اللي التزمت انا كذا ان انا استلمت ما هو كذا كذا كذا، ركن التسليم. تمام. فاذا عقد البيع هو عقد بيرتب التزامات شخصيه بين المتعاقدين، ولكن غير ناقل للملكيه. كلمه غير ناقل للملكيه دي مهمه النهارده. انت معاك عقد بيع وعاوز تسجله او عاوز تاخد حكم عليه بصحه التوقيع. انا سني بقى السن يعني السنه، واتمنى يبقى ليها حسنات ان شاء الله. نقول للاستاذ اماني ان شاء الله. ايه السنه دي يا استاذ يا محامي؟ انا مواطن باجي لحضرتك، بروح للمحامي، السلام عليكم. وعليكم السلام. انا معايا عقد بيع وانا كمواطن عادي. بروح للمكتبه جنب المحكمه. بقول له لو سمحت انا عاوز الدوسيه الخاص بدعوى صحه التوقيع. بيدوني الدوسيه ده بالظبط. في الاوراق دي. في الاوراق. حضرتك بتاخد الدوسيه وتروح للمحامي اللي هو اللي انت بتختاره وتقول له والله انا معايا عقد بيع عاوز اخد عليه حكم وصحه توقيع، بس المطلوب منك من حضرتك ان انت توقع لي على العريضه بتاع الدعوه. وتديني صوره من البطاقه الضريبيه. وتحاسبني على كده. يعني يحاسبك بس على البطاقه الضريبيه. انت يا استاذ يا محامي يا زميل، انا بسن سنه واتمنى ان انت تشاركني في السنه دي. وانت لما تشاركني في السنه ديت، لو انت استاذ بمقاييس ماديه انت كسبان. ليه؟ انت لما تقعد في مكتبك ويجي لك واحد واثنين وثلاثه واربعه وانت قاعد معزز مكرم بتوقع على عريضه الدعوه وبتدي له صوره من بطاقه الرقم القومي بتاخد منه 10 جنيه او 20 جنيه، اعتقد ان دي اريح لك. اريح لك. بعد اذنك استاذ طلعت، معانا اتصال من ام عمر. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. شرفتيني يا فندم. الله يخليكي. انا اللي مبسوطه جدا جدا بقناه الصحه والجمال. يا حبيبه قلبي شكرا. لان بصراحه انا عايزه اقول حاجه لكل الناس ولكل المشاهدين، احنا ما بنفتحش في اي وقت على القناه الا ما بنلاقي كل حاجه وصلت رساله. صحيح. دكاتره علم النفس موجوده، اطفال بنلاقيها. الحمد لله. البرنامج برضو كلامه معاني جميل جدا. ربنا يخليكي يا حبيبتي. الاستاذ المحامي اللي مع حضرتك جزاه الله خير. استاذ قران، تحفيظ القرآن، الشيخ أبو عامر، كل حاجة متوفرة الحمد لله. مفيش حاجة قناة الصحة والجمال وقالتها إلا ما وصلت لينا. ربنا يخليك يا حبيبتي. أي برنامج ليه رسالة، أي برنامج طلع كان ليه رسالة وصلت لنا الحمد لله. ما كانش هو كلامه بس، كلامه معايا، ما كانش كلامه بس. ربنا يخليك. يعني ده جميل جدا لحضرتك، بتناقشها جميله جدا جدا جدا. انا معاكم دايما واقتراحاتكم انا ماشي عليها، اللي عايز حاجه يقول لي بس على الصفحه. بتتكلمي بناء على كل البيوت المصريه تقريبا. اكيد طبعا، اكيد يا حبيبتي. ولو حد عايز يقول لي اي حاجه يتواصل معايا بالتليفون اللي على الشاشه، وان شاء الله باذن الله اقتراحاتكم كلها انا هجيبها لكم، واي ضيف انتوا عايزينه في موضوع معين هنتكلم فيه ان شاء الله. بنشكرك جدا يا حبيبتي. نكمل كلامنا استاذ طه. طبعا نكمل ان شاء الله. فانا وجهت رساله لك يا استاذ يا محامي يا زميل، ارضى باقتراحي وانت كسبان. طب انا دلوقتي خدت الورق ورحت للمحامي، هو لو اتفق معايا ومضى على العريضه بتاع الدعوه
واداني صوره من البطاقه، من بطاقه الرقم بتاعت البطاقه الضريبيه دي صوره منها. انا باخد الصوره ديت وبحطها في الورق دوت، وابقى من ضمن الورق يا استاذ اماني في حاجه اسمها حافظه مستندات. اللي هي دي. حضرتك يا 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 اللي عاوز تاخد حكم صحه التوقيع، حضرتك بتحط العقد دوت، العقد بتاع حضرتك يحطه في وتدبسه، وبتيجي تملى هنا بتلاقي حاجه اسمها مقدمه لمحكمه كذا، بتكتب المحكمه من السيد فلان، بتكتب اسمك، ضد السيد فلان بتكتب اسم اللي انت شاري منه في القضيه رقم كذا، بتسيبها فاضيه. في كلمه من السيد فلان اللي انت صاحب الدعوه هنا بصفته بتكتب مدعي. المشتري البايع اللي انت شاري منه بتكتب هنا في الصفه مدعى عليه. خلاص انت حطيت في الحافظه العقد وحطيته في الدوسيه، وتوجهت للمحامي وقلت له انا عاوز اعمل صحه توقيع، لو سمحت امضي لي وقع لي على الصوره، على صوره العريضه دي. لو وقع لك واتفقتوا على مبلغ انت ارتضيته، خلاص انت بتتولى الجزئيه اللي انا هحكي لك عليها دلوقتي. طب في جزئيه يا استاذ اماني، او في معلومه للمشاهد، دعوى صحه التوقيع لما تجي لي كمحامي واجي اقول لك ان مبلغ البيع اللي موجود في العقد 1,000,000 جنيه، فان الرسوم بتاع الدعوه هتبقى كذا كذا، ما تصدقوش، لان دعوى الرسوم بتاع دعوى صحه التوقيع تتساوى. اذا كان المبلغ اللي هو في العقد البيع المبلغ 10 جنيه يتساوى مع اذا كان 1,000,000 جنيه. يعني اذا كان المبلغ في العقد البيع 10 جنيه او 1,000,000 جنيه، هي ذات الرسوم اللي هي لا اللي هي بتقل عن 50 جنيه. يبقى انا اديتك معلومه ان الرسوم بتقل عن 50 جنيه، ما بتزيدش عن 50 جنيه. تمام. دي جزئيه. طب خلاص انت تصادمت مع المحامي، او المحامي قال لك انا عاوز كذا او ما فيش، انت بتعمل ايه؟ بتقول له متشكرين وبتاخد بعضك وتمشي. وبتمشي. بتعمل ايه؟ بتجيب عارضه الدعوه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. العارضه ديت يا استاذه اماني، ايه اللي فيها؟ فيها مكتوب دعوى صحه توقيع اللي انت خدتها من المكتبه، ومكتوب فيها انه في يوم كذا ده بتسيبه فاضي. بناء على طلب السيد، حضرتك بتكتب اسمك وبتكتب عنوانك ومحله المختار مكتب الاستاذ كذا. لو المحامي اللي انت رحت له ما وافقش، او انت تصادمت معاه، فاكتب اسم، انا اسمي طلعت ابو الفتوح سلمان. اكتبه طلعت ابو الفتوح سلمان. بتقول ومكتب ومحله المختار مكتب الاستاذ طلعت ابو الفتوح سلمان. بعد كده في سطر كده انا وفي نقط فاضيه، محضر محكمه كذا، تكتب المحكمه اللي هي تابع ليها حضرتك. بعد كده الموضوع بتقول بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ، بتكتب تاريخ العقد بتاع حضرتك، باع المدعى عليه للطالب ما هو كذا، ما هو دي بتكتب بقى اذا كان بيع، اذا كان منزل او ارض فاضيه. اذا كان منزل بتقول والحدود الاربع الاتيه كذا، حد البحري كذا، الشرقي كذا، الابل كذا، الغرب كذا. في السطر من جديد بتكتب وهذا البيع تم نظير ثمن نقدي مدفوع وقدره كذا. ومن اول السطر بتقول وحيث ان الطالب قد توجه المدعى عليه للقيام باجراءات نقل ملكيه القدر المبيع، والطالب بيخشى من الطعن مستقبلا على التوقيع المزيل به عقد البيع السالف الذكر، ووفقا لنص الماده 45 من قانون الاثبات بيحق للطالب اقامه دعوى بطلب صحه توقيع المدعى عليه على عقد البيع سند الدعوى. بتلاقي كلمه بناء عليه مكتوب انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه اعلاه حيث اقامه المدعى عليه، وكلفته بالحضور الى صرا محكمه كذا، تكتب المحكمه وشارع كذا لو كانت في شارع، وذلك ليسمع الحكم بصحه توقيع على عقد البيع العرفي المؤرخ، هتكتب تاريخ العقد والمتضمن بيع للطالب ما هو كذا، والموضح تفصيله بعقد البيع واللقاء ثمن قدره كذا فقط، ما الزامه بالمصروفات وتعامل المحاماه. ده اللي موجود في دعوى صحه التوقيع اللي هي موجوده، اللي انت جبتها فين؟ من المكتبه. فيها مش كده على الشمال مكتوب الموضوع دعوى صحه التوقيع كطلب الطالب او وكيله حضرتك. هنا بقى اللي انا بقول لك ان المحامي يوقع لك هنا اللي هو في الهامش اللي على الشمال بيوقع لك. طب لو ما وقعش اكتب اسمي، انا اسمي طلعت سلمان، اكتب اسمي هنا طلعت سلمان والمحامي، انا بقول لك اكتب اسمي. طيب انت خلاص انت عاوز ترفع الدعوه،
مليت العريضه بتاع الدعوه ديت وعاوز صوره من بطاقه الرقم البطاقه الضريبيه. حضرتك هتبعت لي او هتتصل عليا وهتقول لي عنوانك، انا مش عاوز عنوانك انت بالتحديد، انا مش عاوز اعرفك خالص. انا عاوز اعرف العمل الصالح. انا مش بقول لك ابعت لي عنوانك عشان اعرفك. ابعت عنوان اي حد يخصك هيوصل له صوره من بطاقه الرقم القومي. يبقى انا بقول لك ابعت لي، ابعت لك صوره بطاقه البطاقه الضريبيه، صوره من البطاقه الضريبيه هبعتها لك على العنوان اللي انت هتقوله لي على طول، حتى لو كان عنوان واحد يهودي، انا مش عاوز اعرفك. استنى يا مخرج شويه. بس الجزئيه الثانيه، خلاص انت حضرت في المحكمه بتحضر، ما انتش عاوز محامي خالص، وبيقول انا بصمم على الطلبات الوارده بعرضه الدعوه. ده كلام المدعي. طب المدعي عليه اما ان هو يحضر معاك في اول جلسه ويبقى أو كده القضيه خلصت. طب المدعي عليه اللي هو البايع لو ما حضرش فيه نعمل ايه بقى؟ تعمل ايه؟ يبقى انت بتطلب من القاضي اجل لاعاده الاعلان. بيديك اجل. الاجل بتاع اعاده الاعلان في السريع يا استاذ، المخرج بيعكسنا وبيقول يلا. لا يلا استنى بقى عشان يا استاذ احمد. استاذ اشرف. يا استاذ اشرف. الورقه الثانيه اللي هي في الاوراق اسمها اعاده اعلان في القضيه. باختصار شديد انت هتبص تلاقي بعد ما تجيب الورقه من المكتبه هتلاقي الحاجات اللي مكتوبه فيها انت خلاص عرفتها وهتكتبها. خلاص. خلاص بقى. بتكتب الدعوه المؤجله القاضي اجلها لك، بتكتب الدعوه وخلاص واعاده اعلان لجلسه كذا وخلاص. ده هنا في الهامش بتلاقي اعاده اعلان في القضيه رقم كذا لسنه لجلسه كذا. بتكتب الجلسه اللي القاضي اداها لك، وكيل الطالب بتوقع باسمي طلعت سنه. هنا انت خدت الحكم. بعد القاضي في الجلسه الثانيه بيقول حكمت المحكمه او حجز الدعوه الحكم، بتروح بعد 40 يوم بتاخد الحكم. بنشكر حضرتك جدا. والله انا مش عايزه اختم والناس اكيد مش عايزين يختموا، بس الحكم بقى للمخرج وعادي يقول يلا يلا. واحنا طبعا ما نقدرش على استاذ اشرف ده، يعني على راسنا. ربنا يوفقه، ربنا يوفقه. واحلى قناه، قناه الصحه والجمال والقائمين عليها. قناه الصحه والجمال انا بعتبرها يعني قناه مميزه باللي فيها. ربنا يخليك يا رب. فربنا يوفقكم جميعا. وما تقلقوش ان شاء الله استاذ طلعت معانا على طول باذن الله. واي حاجه انتم عايزينها تواصلوا معانا، وتليفونه على الشاشه وتليفون القناه، واي طلبات او اي اسئله احنا معاكم. بنشكر حضرتك جدا. شكراً. شكراً. تحب تقول حاجه بقى لجمهورك؟ لا انا عاوز اقول كلمه مش للجمهور، كلمه لاولياء الامور. خليك راجل في بيتك، لما تبقى راجل في بيتك هتلاقي في رجال بتطلع من البيت. اكيد طبعا. فده خلاص احنا قلنا كلمتين اهو عشان نفيد الناس وشكرا يا استاذ اشرف. بنشكر حضرتك جدا يا استاذ طلعت، وبنشكر المشاهدين كلهم، وانتظرونا في حلقه قويه جدا باذن الله الحلقه القادمه ان شاء الله. بنشكر.